بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين. مش هاخد من وقت حضراتكم كتير، 5 دقائق بس. انجيل القداس النهارده فصل من انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح 16. احنا عارفين الاصحاحات 16 و15 و14 في انجيل معلمنا يوحنا فيها حديث طويل للسيد المسيح لكل المجد بيتكلم فيه مع تلاميذه وبيعرفهم اللي هيحصل في الساعات اللي جاية وبيعرفهم كمان هم ازاي هيكملوا من بعد ما هو هيعدي بطريق الألام اللي هو هيمشي فيه والصلب، وبيعرفهم بقيمته. قال لهم كده النهاردة في الفصل بتاع النهاردة: الحق الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. الحقيقة في بعض الكلام كده لما بنقراه إن ما كملناش الكلام نقلق، يعني إن بصينا على بداية الآية إن إحنا هنحزن وهنبكي وهنوح، طب يا رب يعني بنبقى جوانا أسئلة كتير، طب أنت ليه هتسمح علينا بده؟ ولكن هو بيرجع ويطمننا ويقول لنا إن الحزن ده هيتحول لفرح. هو طبعا كان بيتكلم مع التلاميذ في الوقت ده عن الساعات اللي جاية وساعات صلبه والألام اللي هم هيشوفوها وهيشوفوا معلمهم اللي كان موجود معاهم على المدار اللي فات كله، هو إزاي بيتألم الألام دي. فهو يعني من أجل تثبتهم ومن أجل إن هم ما يتوهوش ومن أجل إن هم ما يشكوش، فهو كان دايما بيعرفهم ان الحزن ده العالم فرحان ولكن انتم في الوقت ده حزانة والحزن ده هيتحول لفرح. لو رجعنا للإصحاح الـ 14 بداية كلام السيد المسيح لكل المجد هنلاقيه اول حاجة قال لهم الآية 1 كده في إصحاح 14 قال لهم: لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فآمنوا به. قال لهم: في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم. يعني لو أنا مش عام نلاقي قد قلت لكم بعدها نقطة، يعني الكلام انتهى، أكنه هو عايز يقول لهم أنا لو مش عامل حساب مكان لكل واحد فيكم في السماء أنا كنت عرفتكم، كنت قلت لكم. فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكاناً، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. عارفين، تعالوا نتخيل كده الموضوع ده زي إيه، إن ربنا رايح يعد لينا مكان وبيجهز مكان حلو لكل واحد فينا باسمه عشان لما وقت ما ربنا يطلبنا يبقى لينا مكان. تعالوا نتخيل الموضوع زي أب كده مسافر ووصى أولاده قال لهم أنا مسافر ورايح أجهز لكم حاجة حلوة قوي، ولكن أنا عايز بقى كل واحد فيكم يتجدعن يشد حيله يكمل تعليمه كويس يكون بيجتهد كويس في كل حاجة أنا يعني وصيت بيها. والأب ده سافر وغاب مسافة وبيجهز لأولاده مكان حلو، ولما رجع عشان ياخدهم للمستقبل الحلو اللي هو عمله لهم للأسف لقى كل واحد فيهم شت في طريق، لقى اللي بيشرب مخدرات ربنا يحافظ عليكم، لقى اللي ماشي مع شلة كويسة، لقى اللي كسلان وتايه، لقى اللي مشاغل العالم ما يعني أخدته من التوصيات اللي وصى بيها، لقى أولاده كل واحد فيهم شت في حال. نخاف أن يكون وإحنا مش واخدين بالنا هو ده اللي حاصل معانا. عشان كده إحنا محتاجين نبقى عيوننا دايماً على المكان اللي ربنا خله لنا، محتاجين نجتهد. إن حاولنا نجتهد في 3 نقط أساسيين يكونوا هما الركيزة بتاعة الجهاد الروحي، فإحنا محتاجين نجتهد في علاقة قوية مع ربنا، والعلاقة القوية دي هتيجي بإن يبقى دايماً أنا بصلي. هو قال كده: صلوا كل حين ولا تملوا، فيبقى لي علاقة حلوة مع ربنا. نكون بنجتهد في حفظ الوصية وحفظ الوصية من خلال علاقتنا بالكتاب المقدس،
وانتوا يعني كنيسة عمرة وكل العالم بيتعلم من خلال كنيستكم الجميلة، نكون بنجتهد ضد الخطية. تعالوا نسأل نفسنا كده ببساطة، كم مرة احنا اتهوننا وقعنا في خطايا كتير ولكن دون فايدة، ما استفدناش حاجة. كل واحد لو بص جوه نفسه كده هيلاقي مرات كتير احنا وقعنا، ولكن بعد وقوعنا بيبقى في ندم، بيبقى في ضيق، بيبقى في احساس بعدم الراحة. فان كان الموضوع كده يلا نجاهد في علاقة قوية، ويلا نحفظ الوصية، ويلا نجاهد ضد الخطية. حافظ عليك ويملى بيوتكم بالبركة والخير. لإلهنا كل المجد في كنيسته الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور.